بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قناة المهندسة الزراعية للمختصر المفيد والبسيط لزراعة بذور الخروع. الخروع احنا بنجيبها بيبقى بنلاقيها كده، هي عبارة عن كده موجودة اهيت، بنقوم واخدين القشر دوت بتاعها اهوت، نقوم كسرينه بالظبط كده، وايه بنقوم واخدين منه ايه البذرة اللي موجودة ايه جواها ديت، وايه وبنزرعها. هي دي ايه البذرة اللي موجودة وبنزرعها اهيت، ونقوم حاطينها هنا كده، ونتأكد اهيت ادي البذور اهيت موجودة، ونتأكد ان التربة خالية من اي صخور اي زلط اي حاجة ايه ممكن تأذي النبات وتأثر على النمو بتاعه. ناخدها ونقوم ايه ونقوم شايلينها بعيد ورابينها. طيب بعد كده ونقوم حاطين ايه كومبوست، برضو شوية كومبوست عليها اهيت خلاص، ونقوم ايه مكملين ورادمين عليها بالرمل. ولازم يكون التربه تكون المسام بتاعتها مفتوحه علشان ما تاثرش على الانبات، تمشي مع التربه الرمليه عادي والتربه الطينيه. الخروع هو نبات عطري طبي بنستفاد منه من الورق من كل حاجه، هو كله سبحان الله كله فوائد. هو موعد زراعته امتى؟ هو بيبقى في العروه الصيفيه، بيبقى في شهر مارس، في شهر مارس وابريل، وفي العروه الشتويه في اكتوبر. بالنسبه للميه اللي هو محتاجها، هو هنحط له ميه بايه منتظمه حسب برضو درجه حراره الجو وحسب نوع التربه اللي موجوده عندي. وبعدين الورق النبات الخروع هو عشبي، وهو نبات طبي وعطري. وبعدين احنا عايزين برضو نقول حاجة كمان، ان خلي بالكو ان البذور دي سامة، لكن تكون بعيدة عن متناول الاطفال، وفي نفس الوقت بعيدة عن متناول الحيوانات اللي موجودة. وبتعسر البذور الخروع ديت، وبيتعمل منها بتخش في مستحضرات الجريسلين، وبيبقى مسهل، وبرضو بيستخدم في تغذية البشرة وللشعر. سبحان الله ليه فوائد كتيرة. وفي امراض طبعا بتيجي للبذور الخروع ديت، بتيجي للخروع لما بيكبر طبعا بيبقى ايه اللي بيبقى فيها عفن، وفي امراض تانية دوت الخروع، وفي بقى الاوراق. دلوقتي احنا ايه، انا هوريكم قبل كده انا كنت زرعه نبات دوت الخروع، وكبر عندي قعد حوالي 3 4 اسابيع وكبر، وهو بالشكل دوت اللي انتوا هو كبر وبقى بالشكل ده اللي انتوا شايفينه. وهو على فكرة انا واخدة البذور ديت من جار ليا، الشجر كان عنده خروع واللي بيبقى واقع على الارض، انا خدت منه عادي وزرعته، ولا حطيته في ثلاجة ولا حطيته في الانبات اسبوعين ثلاثة ولا كل الكلام ده، ولا اكياس رطبة ولا كل الكلام ده، قشرته وحطيته وايه وقمت حطاه هنا على طول. جميل. هو على فكرة النبات ده هو بيتميز بجمال ورقه، ممكن ينفع للزينة، وطوله بيوصل لثلاث امتار، فبرضه ينفع مصدات رياح، وكمان هو كل حاجه فيه خير بصراحه. وحتى لما بيتعسر البذور بتاعته ويستخرج منها الزيت، الالياف اللي اتفضلت من العصر بتستخدم سماد للتربه لاحتوائها على الزيت، الاحتواء على الازوت. دلوقتي ارجو ان تكونوا استفدتوا من زراعه الخروع، وهي نبات جميل وهو يستحق فعلا المعاناه والتعب بتاعه. هو ان شاء الله هيبقى يطلع ويبقى كويس وحلو. واي حد عنده استفسارات للنبات ده او اي نبات تاني، اهلا وسهلا بيه، يبعت لي. دي كانت شجره خروع انا زرعاها من حوالي سنه، الحمد لله. بص هي كبرت هنا وبقت ايه كبيره اهيت، وبقت وصلت ما شاء الله مساحة كبيرة قوي. وادي هي اللي هي البذور بتاعتها، وادي هي البذور بتاعتها اهيت اهي، وشوف وصلت لغاية فين كل ده. والحمد لله سبحان الله، دي كلها ايه من بذرة انا كنت زرعاها من سنة، وصلت ايه لكل المسافة ديت.